كلبش جالي في اثناء ارض جو، اول ما ابتديت ارض جو مدير الانتاج هو اللي كلمني وقال لي عايزينك ضيف شرف. فقلت خلاص اوكي ضيف شرف وانا بعمل مسلسل، ما كانش لسه جاي حساب يجمع، وانا بعمل مسلسل فاين، وبالذات انا مشاهدي كلها اتصورت في يوم واحد، يعني كانت حاجه معجزه. فقلت لي لا، وكنت شفت شغل بيتر ميني في الاب الروحي وكنت حابب ان انا اتعامل معاه، زائد طبعا امير كرارة وكان مسلسل بتوع السنين اللي فاتوا اللي سمعوا مع الناس جدا، فكنت حابب ابقى جزء من التجربه دي ولو جزء صغير. واللي اقنعني اكتر الى جانب طبعا كل اللي انا قلته ده، ان الشخصيه بتاعتي رغم صغر حجم الدور الى انها بتحرك الاحداث في المسلسل. رجل عضو نائب مجلس الشعب المسيطر قوي ده، يعني يمكن الكاركتر ده مش موجود دلوقتي خلاص، بس كلنا عاصرناه قبل الثوره، قبل 25 يناير، وكنا بنسمع بلاوي يعني. فمن هنا كان طبعا لازم اوافق يعني.